جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم. الشق الأول من نقاشنا لنقاش ظهيرة يتمحور أساسا حول موجة الحر التي تصل اليوم إلى 43 درجة بولايات الوسط والشرق. من أجل هذا يحضر معنا الشيخ فرحات رئيس قسم الأحوال الطقس الأحوال الجوية بشروق نيوز. أهلا بكم شيخ فرحات. شكرا. يا مرحبا. إذا موجة حر تتجاوز 40 درجة مئوية على الولايات الشرقية وكذلك العاصمة هنا في الجزائر العاصمة. طيب هل هذا طبيعي؟ هي أولا هي تهم غير حاليا غير الولايات الوسطى، منها الجزائر العاصمة تيبازا بومرداس البليدة تيزي وزو البويرة عين الدفلة المدية، هذه الولايات اللي معنية بهذا الهواء السخون لهذا الريح اللي يعيطوا له سيروكو اللي يجي من الجنوب جاف وسخون، هو اللي خلى حاليا الحراره على مستوى العاصمه راهي 39 درجه وتقارب ل 41 على منطقه تيزي وزو البليده، الدوائر كل الدوائر تابعين للبليده تيزي وزو بومرداس وايضا عين دفله المديه وتيبازا. هذه الحراره تنقل تدريجيا الى شرق البلاد، بينما حاليا 39 بالعاصمه 27 فقط في وهران، هي السبب تاع الرياح اللي راهي قويه حاليا على عده ولايات غربيه، منها ولايه تيارت تسمسيلت غليزان شلف معسكر وكذلك سيدي بلعباس وتلمسان. الرياح حاليا راهي قويه لحقت القوه تاعها حتى تقريبا 40 سنة. سبب كتله الهواء سخونه تاع الولايات الوسطى والغربيه 27 و39 12 درجه فرق هي اللي تخلي هذه الرياح قويه. هذه الوضعيه كما قلنا تاع الحراره المرتفعه تتنقل تدريجيا الى شرق البلاد تدريجيا، لانها في سطيف قاسم طينا راهي في المعدل الفصلي كذلك على عنابه، بينما بجاية بدات الحراره ترتفع كذلك بوسعاده راهي فقط 34 درجه هي باب الصحراء نقارنوها مع العاصمه وتيبازا وبومرداس. الوضعيه تتحسن ابتداء من نهار غد ان شاء الله. نهار غد نعرف انخفاض في الحراره، نقدر نقول تولي للمعدل الفصلي، وكذلك غدوه ان شاء الله نرتقب حاجة أخرى لأن فيه تغيرات كبيرة خلال هذه الأيام اللي هي جاية، الأربع أيام اللي راهي جاية، نرتقب رعود بداية على الغرب الجزائري كولاية عين تيموشنت ولاية وهران وتلمسان. رعود هذه محلية تقدر تكون لاباس بها إن شاء الله، تمد بعد الأمطار لاباس. شيخ فرحات، ربما الكثير من الناس يتسألوا هل هذا طبيعي وإحنا على مشارف فصل الخريف اللي بقالوا أسبوع فقط، هذه التغيرات هل هي يعني طبيعية وتحصل كثيرا في أواخر الصيف فصل الصيف؟ نعم طبيعية، كل شيء طبيعي، نقدر نديروها في حساب تاع الاحتباس الحراري، لأنها رانا شاهدنا واش صار في العالم والسرى مع الإعصار إيدا هذاك اللي قاس الولايات المتحدة الأمريكية، قاس المناطق الجنوبية لويزيان وين أدى إلى خسائر مادية وبشرية كذلك، وين أرقام قياسية فيما يخص قوة الرياح اللي لحقت تقريبا 270 كيلومتر، ثم تنقل هذاك العصير تنقل إلى المنطقة الشرقية تاع الولايات المتحدة والفيضانات اللي عرفتها مدينة نيويورك. فيضانات غير اللي يسبق لها، فيضانات هذا كاع راجع، وكذلك مقبلة تسمع بك في الأخبار تقول لي تذبذب فيما يخص أسعار النفط، لأنها عدة محطات تاع النفط في الكارائيب حبست من الأعمال لأنها كانت العاصفة كانت هذا هو اللي يخلي. وكذلك الشهر الماضي واش عرفت ألمانيا من فيضانات واكثر تقريبا 200 وفيات في المانيا في البينيلوكس، قال البينيلوكس لي بيبا لا بلجيك لوكسمبورغ، هذا يخلي بعد الدول المتقدمه هي اللي السبب تاع الاحتباس الحراري باش راح تتراجع على هذه الغازات السامه اللي سي او دو لي غاز هاي افيت سير لهم بيقيسوا لهم هما السبب تاع الاخر. وكذلك لانها هذا شهر اكتوبر سيجتمع العالم في ليكوس حول المناخ باش يعاودوا يديروا التطبيقات واش خداهم القرارات اللي خداهم في باريس حول التغيرات المناخيه.
احنا الجزائر تشوف في هذا الهدف 2020 2021 عرفنا تذبذب فيما يخص سقوط الامطار. هذا النتائج راهي هنا. السدود في حقت وين ما كانش الامطار، انا شفنا باللي نقص المياه في المدن الكبرى خاصه في الولايات الوسطى، وهذه الحراره اللي جات كانت مولفة الحرارة فصل الصيف ولا الصمايم كما نقولوا عندنا، يجوا في جويليا أوت هو هذا العام جاو من جوان، ورانا سبتمبر في النصف تاع سبتمبر ما زالت، وان شاء الله هذه هي كما يقول لك سخان الله الاخرى اللي يقول لك هذه راهي تعصر في روحها. صحيح. وان شاء الله هذا الاسبوع هذا تعرف المناطق الشماليه بدايه كما قلنا قبلت على الغرب الجزائر الامطار الرعديه، وايضا امطار رعديه ستهم كذلك الولايات الوسطى، وهذا من منطقه الصورة الى سواحل البحر الابيض المتوسط ومن الاطلس الصحراوي الى السواحل، تهم كل المناطق الشماليه. والحاجه الاساسيه هي الحراره اللي تولي للمعدل الفصلي تاعها يحب يقول 27 28 درجه مئويه في المنتصف. وهذا غير ليس ببعيد. شيخ فرحات، ربما كاخر سؤال، من المتعارف انه لما يكون صيف ساخن جدا يكون الشتاء بارد، كذلك كنتم كمختصين يعني تتوقعوا شتاء بارد هذا العام؟ ما نقدروش نعرفوا التنبؤات الفصليه لي بريفيزيون سيزونيير، راهي بحوث على هذا التنبؤات راهي بعد الدول المتقدمه فيما يخص المناخ فيما يخص العلم المناخ راهي تبحث باش تقدر تكون عندها راي ضعيف جدا باش يقول لك باللي فصل الصيف كيجي سخون وفصل الشتاء يجي برد. هذه من محل رانا الدول المتقدمه فيما يخص المناخ راهي تعطيك تنبؤات حتى 10 ايام فقط. احنا في الجزائر نروحوا حتى 4 5 ايام تاع تنبؤات، وقد ما نروحوا بالزمان قد ما لي بروبابيليتي نقصوا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش كما يقول لك فصل الشتاء جاب كما كان اللي فات. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله نكون الكميات تاع الامطار تكون في المعدل، ان شاء الله تمطر السماء خيرا ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك شيخ فرحات رئيس قسم الاحوال الجويه بالشرق نيوز على كل هذه التفاصيل والمعلومات. مشاهدينا